مازال وقلنا 10 ايام على التوجيه، مازال تحب تمشي لإسساتسو؟ انا اليوم باش نبدل لك فكرتك كومبليتمون يا معلم. ما تجيش تقرا في الليسات كانك ناوي تمشي تقرا في الفاك وتروح. ليه راهي اقوى حاجه في إسساتسو هي كلوبات. اسمعني يا معلم، الليسات اللي تعرف الكلوبات هي صنع في العجب. فما جوجل ديفلوبر ستودنت كلوب شبي طويل لسه بصح يعملوا في دي بودكاست مع عباد من تيرات رفيع في الاي تي. عباد هذيا والسكسس ستوري نتاعها باش يعلموك برشا حاجات تنفعك في حياتك، باش يعلموك كيفاش تعمل كوميونيكاسيون، باش يعلموك كيفاش تعمل ماركتينغ، باش يعلموك كيفاش تعمل بزنس، باش يعلموك كيفاش تبدا كودي اول مره، باش يعلموك كيفاش تربح كومبيتيسيون، باش يحكوا لك على السكسس ستوري. فما عباد من ليسات، فما عباد من برا من ليسات، فما عباد مع جوجل، فما عباد مع مايكروسوفت، فما عباد مع وفما زاد نتائج. البريزيدون نتاعهم نلوكزا شوي. عمل الكلوب نتاعهم باهي، يعملوا دي زيفينمون يعلموك ويفرهدوك ويخلوك تقابل عباد ويخلوك تبدل جو ويخلوك تنسى ستريس نتاع القرايه وتعمل برشا جو وتغني وترقص وتعمل الفزات الكل. شبيني كنت ترقص اصيل. فما زاد لاتاس، كلوب لاتاس كلوب تاع فن على الاخر، يعملوا دي كومبيتيسيون دي هاكاطون. اما مشكلتهم الوحيده يحبوا يكونوا كيف جوجل كلوب واللي هي حاجه سيب على الاخر. فما زاد السيبر تراس ولا سايبر تريس، كلوب تاع فن على الاخر ويخدموا على الاخر ويعملوا دي زيفينمون طياره على الاخر. مي مشكلتهم الوحيده ما يعرفوش يبيراتو فيسبوك، ولتو لا حبوا يبيراتو الفيسبوك نتاع الكروش. شوف صح لسه نتاع الكلوبات مازالت طويله وعريض. انت اذا كانت باش تجي ليسات ما تكتبش تلقى بلاصتك في كلوب من الكلوبات هذوما برا صافي برا اللي زاد برا اللي شي عباد مقبله تقرا الكلوبات لمستقبل حتى برا صافي. شوف بلاصه ما برا شوف حفره اقرا فيها يا ودي ما تجيش ليسات برا ودي ما تجيش ليسات كانك ناوي من الاخر ما تدخلش في كلوب. واضح ما تجيش ليسات كانك تلاقي كراهيه في شوي ولا برشا صحيح فك في سوس بلاد السياحة والتفرهيد والبخورات والشراب والقهوة. أما راه اللي صار في حومة شعبية اي كا اي طفيلة سيتي كما أي حومة شعبية في تونس. فما شوية مشاكل، فما شوية عرق، فما شوية بركاشيات يعني. أما راهو برجولية ولاد الحومة ناس طيبة وما ريت منهم كان يبيه. فما عمك ناصر عطار الحومة الرجال وناس طيبة. فما قهوة فرح وقهوة منت تركش فيها مع الحبيبات. فما مناوي سامي، فما ياسين، فما الجولدن فود، فما للبية، فما بوانو، فما حسين أمور ماكلة جوك باهي والبري مريق شوي. أون بليس المحطة من بات خيقتين على الفاك، دونك أمور ترونسبور جوك باهي تمشي وين ما تحب. 750 فرنك فويا البنات تورستو الحته الحته مع اليسار وفويا الولاد. فما واحد 10 دقائق بعيد على اليسار والاخر 20 دقيقه. دونك يا سماح يا باهي كانك متربي في القطن غير ما يجي اليسار. ما تجيش اليسار كانك عارف روحك نبار كبير يا معلم. اول حاجه راك في تونس للاسف الشديد الانفراستركتور نتاعها بلاد كامله مضعضعه. ففي ما بالك فاكولتي في تونس معناها. يا ربي على تونس يا ربي يا ربي. دونك ما تبداش تتشكى وتتبكى من تو شبيها اليسار مش كي هارفرد. ليه يا معلم ليه؟ غلط راك بيان سور مش كي هارفرد. انت كي هارفرد خلي عاد من الاداره التونسيه. ايه ما بتعرف الادارات التونسيه في تونس؟ اه من تو ما كذب عليك حتى حد. الاداره نتاع اليسار راهي كوبي على الادارات التونسيه. خويا شد عندك يخدموا ساعتين الصباح من 8 لنص النهار ويخدموا ساعه العشيه من ساعتين للخمسه. جونا به جونا به. سبت وحد لا ما نخدموش. يا ودي ريفيزيون ودي دوينات الكل لا ما نحلوش. المكتبه علاش مسكر؟ لا ما يجيش عيب. مسيو يهديك علاش المكتبه مسكر؟ ما هو فما نقبه في الحيط من تالي يدخلوا السكر جاي للفاك يسكروا. يا باهي وانا ايش مدخلني؟ لا ما نخافوا عليك. يا ودي مالا برا سكره نقبه. لا لازم يجي الحاكم يشوف قبل. يا برا ناديه الحاكم مش وقته. اباي ذا الريفز في القهوه انا يبيه على الاقل في وسط الجامعه. يا ودي خلينا نريفزو على ارواحنا، خلينا نشوفوا كلوباتنا، نشوفوا امورنا، خدمه ودنيا ومشاريع. ليه ها عندي شنو اللي ها الراضة تبقى للسبعه المكتب تسكر الخمسه نرمال. خلي عاد من العساس. اسمعني تمشي يا ودي تمشي تقضي قضيتك عند المدير. ليه يا ودي يا حسن يا ودي تقول العساس. العساس هو الكل في الدنيا دي. بيان سور مانيش نحكي على العساس الكل. فما واحدين يرحم والدين والديهم يحترموا الطلبه واهم حاجه يحترموا رواحهم وبرا يرحم والدين والديهم. اما فما واحدين تو تتعرفوا عليهم معناها فهمتني كيفاش. دونك اذا كانك تحب على فاك تشربك الحليب وتلبسك الكوش برا حبيبي اعمل بريفي بالفليسات كيف ما عملوا برشا نبره جولي الليسات ولتو مازال تتنبر على خاطرهم حياتهم خايبه. من الاخر يا برو علاش نحكي بالفاصون هذي؟ على خاطر تو سامبلومون احنا ما حاجتناش بعبيد باش تجي تبدل من روحك هو. احنا حاجتنا بعبيد باش تجي تبدل من الليسات ولازمها تبدل من تونس نهار اخر. علاش يا برو؟ على خاطر اذا كان باش نبقوا نبرو كيما برشا نبرو رانا ماناش باش نعملوا حتى شيء ورانا باش نبقوا ياسر بهاي يا معلم.
يشوفوا انا وين تو الزحي معناه بالله يفسروا لي هو باش نحكي شويه على الموضوع تو هما خير منا معناه تو ما فهمتش تو هما خير منا تبقى قسم بالله بهايم والله نحكي معاهم والله بهايم راهم كعبالي ان شاء الله نتفرج فيه حتى امريكا الفيديو هذا راهم بهايم راهم بهايم هنا عندي رافضي يا الرجل فيق فيق يا ودي يزم لا تنبير يا ودي برا اخدم يا ودي برا تصرف يا ودي برا احمل الموضوع فما برشا عباد جت للسات قبل وخلت بصمتها ايفن ذو ما نعرفوهمش بالاسامي اما باس فما عباد اللي عملت حاجات باش خلتني انا سمعت بالاسات وباش خلتك انت سمعت بالاسات يا معلم كون كل عباد هذوكم ما تجيش نكره وتروح نكره وبخلاف هكاك يجوني برشا عباد يقولوا لي سيف راهو ينصحوا فيا عباد ويقولوا لي ما تمشيش اللسات وسامبلومون اي واحد يقول لك ما تمشيش اللسات راهو انسان خايب راهو انسان ما عمل حتى شيء راهو انسان ما استغلش العباد نتاع اللسات الكلوبات نتاع اللسات واللسات بيته دونك طير روح معاه اذا كانك تحب تكون كيف يا معلم ما تجيش لليسات من غير ما توجع لي راسي بربي بربي ما تجيش لليسات يا الرجل ما تجيش لليسات كانك مش في بالك لقرايه وحتى توصل انا نقرا سيكريت انجينير ما عمري ما سمعت بحتى واحد تخرج انجينير من لليسات وقعد بالدار فما بالعكس برشا عباد توا قاعدين يخدموا في خدمه طياره على الاخر قاعدين يخدموا في حاجات ما نحكي لكم شي اللي حل الستارت اب هو مازال يقرا اللي يخدم هو مازال يقرا اللي يعمل في البارت تايم جوب اللي يعمل في الفريلانس اللي حل شركات ويخدم في شركات كبيره يا معلم حاول تكون كيفهم فهم شبين قص علي ضوا شنو انت كنت نشكر فيكم تتسقوا فيا anyways كيف ما كنت نحكي لكم انا اشوف اللقطه اللي وراي ياسر بهم ياسر مصدق يا ودي رب اقسم بالله مش عارف علي شو عمل فيه تمام واضح من وجهه واضح مصدق فهم دونك انا صحيح تو قاعد نسب فيه هو مش قاعد يفهم فيه ما احلاش شعور هذا اوكي حاجه اخرى اذا كان مش في بالك مش باش تمشي تعمل اصحاب وكل راي احسن حاجه اكثر حاجه براود بها اللي هي الاصحاب الاصحاب اللي عملتهم في ذات سوسه ما ننساهمش حياه الكل بون انا ما نسميهمش اصحاب نسميهم عائله دونك اذا كانك ماشي وماكش ناوي تعمل اصحاب والا ماكش ناوي تعمل عائله برجولي من غير ما تمشي كيف ما كنت تحكي لكم هديه تو برجولي لازم نحط لها اللي فهمتني اسمعني يا معلم شوف عايش خوي ولا عايش اختي اذا كانك ناوي تجي للنسات وما تعيشش قصة حب فهمت كيفاش رومانتيك تتعرف على فتاة أحلامك فتاة أحلامك يا معلم ما غير ما تجي لليسات يا معلم شوف الهاتنس اللي موجودة في الليسات وما نحكي لكم مش على البنات يا الوليد راي الليسات كلها حب راي الليسات كلها حب الكوبلوات اللي شفتهم في الليسات راهم مفتوح راهم بنا يا ودي راهو نعرف الموضوع متاع الحب تفوه شوية في تونس اما راي ليه تعال يا ودي عيشوا اكسبيرينس مزيانة مش لازم تحبك كي صاحبتك ولا يا ودي حبك كي خوك كي اختك بالرسمي هيك ولا بعدكم يا ولادي يوك يا ولادي نبقى نربي فيكم انا والله والله راكم تعبتوني حصيلوا من الاخر يا جماعه راهي لسات بحر راهي لسات فيها الباهي والخايب راهي لسات بالرسمي فيها الحب فيها الكره فيها برشا حاجات اما احنا ماذا بينا نطورها ماذا بينا تكون بلاصه من خير برشا دونك كيفاش هذا باش يتبدل يتبدل بكم انت بيعرف اللي هو سوبوزي ما لازمنيش نحكي هيك اما بالرسمي باش لسات تتبدل باش تونس تتبدل باش الكاليتي نتاع لي تكنيسيان نتاعنا باش الكاليتي نتاع لي انجينيور نتاعنا يتبدلوا راهو احنا لازمنا نتبدل ماهيش ما تستناش من السيستم باش يقريك وباش يوريك وباش يعلمك وباش يعطيك ليه بلها ليه فيقي فيقي ولا فيقي ما تحط لسات في الشواء نتاعك كان ما تعرف روحك اللي انت تستاهل لسات مش معناها راهو جبت 13 معدل في الباك معناها تستاهلها ليه بلها مش معناها زادك تقبض أدمية بيك مونسيون معناها تستاهل انت اكثر نسام تستاهل ايش يا ساعه مونسيون شنو هي برسم حصيلو ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم واذا كان عندك اي اسئله اما ابعثها على السوشيال ميديا نتاعي اما اكتب في كومنتير او دو ماي بيست باش نعاونكم من الاخر بارتاجي عاد بارتاجي عاد الزينه بلا بلاد شنو هو تو تيران نرمامون تو في امريكا نرمامون نمشي نتفرج مع صاحبتي اليكسا تاع امازون صاحبتي سيري تاع الايفون ركحونا امورنا الولاد بارتاجونا صحي عاملين ايفون رانا تعبين الولاد بارتاجي يا الرجل بارتاجي وربي ينجحكم